فاكرين امبارح خدنا كام طريقة لدرس الكتاب؟ يلا نقول اللي شاطرين فاكرين يقولوا. خدنا صلي بالنص، وخدنا لماذا، وخدنا وصية ووعد. سابونا القطمرس فين، انا بتوه معلش. اوكي شكرا. النهاردة مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، خدتوا بالكم في القداس متى 25 هنطلع لمتى تعالوا نجرب الثلاث طرق اللي خدناهم الأول، وبعدين ندخل على الطريقة الجديدة. فمثل الخمس عذارى الحكيمات والجاهلات، أحكي الحكاية باختصار. يشبه ملكوت السماوات 10 عذار، 5 حكيمات و5 جاهلات، كلهم عذارى ماسكين مصابيح لابسين كويس مستعدات، وبعدين نعسوا، العريس اتأخر فناموا. لما صحيوا أتاري الحكيمات مخزنين زيت والجاهلات مش مخزنين زيت، فكانت المصابيح بتاعت الجاهلات طفت، فقالوا ادونا زيت. قال لهم لا مش هيكفينا، لا يكفي لنا ولا كنا، طب روحوا الحقوا بسرعة اشتروا زيت. هم طلعوا اشتروا، كان العريس دخل والمستعدات دخلوا وتقفل الباب والزفة خلصت. جم الجاهلات يقولوا افتح لنا، قال لهم انتوا مين معرفكوش. وختمها المسيح بكلمة اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة. يلا نصلي بالنص، مين هيقول صلوة على النص؟ ها ممكن تقولوا ايه؟ هاي تفضلي. ها خليني دايما مستعد. تفضلي. اديني يا رب حكمة. ممكن نقول ايه تاني؟ ها اديني يا رب زيت. زيت دي ممكن نقولها ملاني بروحك، ممكن اديني يا رب حب للناس كلها. الآباء قالوا الزيت ممكن يبقى الروح القدس والامتلاء، فكرة المحبة، الأعمال الصالحة، الخفاء في العلاقة مع الله، كل دي معاني. ممكن أصلي أقول إيه تاني؟ ها ديني حكمة يا رب. تفضل. أشكرك إنك لسه مديني فرصة أقدر أخزن زيت. برافو. تفضل. ها اقبل يا رب سهري، أو ساعدني يا رب أسهر، لكن ما بنسهرش. تفضلي. اسكب حبك فيه. طيب الطريقة بتاعت لماذا، مين يسأل لماذات؟ ها واي. تفضلي. لماذا لم تحتاط الجاهلات وتجيب زيت من الأول كتير؟ لماذا؟ 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 لماذا مسكوا مصابيح من الأول يعني؟ كويس. تفضل. لماذا أبطأ العريس؟ سؤال جميل. تفضل. لماذا أتى في نصف الليل؟ ليه الحكيمات ما قالوش للجاهلات من بدري ليكون الزيت معاكم قليل؟ لماذا رفضنا أن يعطيهن زيتا لما صحي ولقوا الزيت بتاعهم بيخلص؟ لماذا لم ينتبه الجاهلات أن الزيت بيقل؟ حد عنده سؤال تاني؟ ها لماذا لم يفتح لهم يعني؟ مش كده تقصدي؟ ايوه. ليه قفل في وشهم وقال مش هينفع نفتح تاني يعني؟ اتفضلي. ليه ما جاش بدري شويه؟ لماذا لم ياتي والكل مستعد؟
طيب تفضل. لماذا نعسنا؟ تفضل حضرتك. لماذا صار صراخ؟ جميل، خدتوا بالكم التركيز على النص بيطلع حاجات كتير قوي. طيب ناخد الأسئلة واحدة واحدة. لماذا لم تحتاط الجاهلات وتخزن زيت كفاية من الأول؟ يلا مين هيجاوب؟ ليه ما عملوش حسابهم وجابوا زيت كتير من الأول؟ تفضل. لا استني على السؤال، نجاوب الأول معلش. اسكيوز مي، ها عشان جاهلات. ماشي بس أحسن إجابة. طيب وإيه كمان؟ ها كسل. أيوة، هي أخطر شيء إن هم كانوا يظنون إن معاهم كفاية، هم ما زودوش لأنه كانوا فاكرين القسط اللي قد كده ده يكفي، ودي معناها روحيا خطير قوي، إن اللي شايف نفسه عامل اللي عليه جاهل، اللي شايف نفسه جاهز جاهل. افتكروها، اللي شايف نفسه جاهز جاهل. ها طيب السؤال الثاني، ليه مسكوا مصابيح؟ اتفضلي عاوزه تقول ايه؟ برافو عليك، ما كانوش مقدرين او خايفين لحسن يترفضوا، برضو دي حكمة حلوة، كانوا فاكرين احنا كده كده يعني هيستقبلنا مهما حصل، فقدوا الخوف يعني. لماذا مسكوا مصابيح؟ ليه كانوا ماسكين مصابيح كلهم من الاول؟ تفضل. عشان مستعدات. ايوه مستعدات للقاء العريس، فالعريس جاي بالليل ودي الزفه بتاعته لازم يقابلوه، ما كانش فيه كهرباء طبعا، فده نوع من الاستقبال. ها تقولي حاجه؟ المصابيح معناه الشكل كويس، ما طلعوا مش مستعدات على فكرة. في الآخر الخمسة الجاهلات طلعوا مش مستعدات، لكن ليهم المنظر. مصابيح دي يعني منظر. تفضل. أيوة لأنه أنتم نور العالم. لماذا أبطأ العريس؟ نحط معاه السؤال، طب ما كان يجي بدري عشان يدخل كله أحسن. ها تفضل. أبطأ العريس يديهم فرصة لإيه؟ ممكن يكون اداهم فرصة يجيبوا زيت أكتر وهما ما استغلوهاش كده. فعلا إبطاؤه كان ممكن يخلي الكل يخزن زيت. تفضل. برافو، عشان المسيح دايما عاوز ينبهنا محدش يقدر يعرف الميعاد أو الساعة. فأنت ممكن تلاقي العمر طول أو قصر، لكن في الآخر لازم تستعد. عاوزنا في أي وقت نكون ريدي. يبقى الصبر كمان له قيمة في خلاص النفس. ها طيب برافو عليك، الإبطاء ده هو اللي عمل الفرز في الآخر بين النوعين. النوعين دول اتفرزوا مع الوقت، خلاص بقت الحكيمات واضح إن دول جاهزين ودول مش جاهزين. طيب لماذا نصف الليل؟ ليه ذكرها كأنها نصف الليل؟ وبرضه بنحط معاه لماذا نعسنا؟ تفضلي. ها بس هم كلهم كانوا ناموا. نعسنا يعني ايه بالمناسبه؟ ماتوا. نعسنا بدل مشيت على الكل يعني خلص العمر خلاص ناموا، لان احنا في لغتنا بنقول فلان ما نام رقد، فكل رقد يعني خلاص، عشان كده صحيوا على صوته، صحيوا على يوم القيامة على طول. فهمتوا الفكرة؟ لكن نعسنا كلهن، لأن دي حاجة فوق بقى الطبيعة، فكويسين ومش كويسين في الآخر كله بيحط راسه يعني. طيب ليه بقى نصف الليل بالذات؟ عشان رمز لنهاية العالم، رمز للواحد يستعد في أي وقت. طيب ليه رفض الحكيمات يدوا للجاهلات زيت لما صحيوا فجأة؟ تفضلي. كويس، لأنه ما يقدرش واحد يدي حياته الخاصة لآخر، روحياته لشخص آخر، تعبه ما ينفعش يسلفه لواحد تاني. ما عندناش فكرة زوائد القديسين،
يعني ما عندكش حاجة زيادة في جهادك تديها لواحد تاني. لا، كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه. حد يضيف في المعنى؟ ليه ما ادهمش زيت؟ اتفضل. أيوة، برافو. ما فيش تغيير أي مسار بعد الرقاد. بعد حالة الرقاد ما حدش يقدر يغير في وضعه حاجة. خلاص، اللي عمل حاجة عمل، اتسحبت الورقة، يعني تقدرش تكتب حاجة ولا تشطب حاجة. طيب، لماذا لم ينتبهنا الجاهلات ان الزيت بيقل؟ عاوزة تقولي حاجة. هم قالوا لهم روحوا هاتوا زيت، بس اتس تو ليت، خلي بالكم. هي النصيحة دي كان قالها قيمة بدري، لكن دلوقتي ما فيش، خلاص قفل. اتفضلي، عاوزة تقولي ايه؟ الجاهلات ما حسوش ان الزيت بيقل لانه كانوا مبسوطين من منظرهم، كانوا ساتسفايد وفاكرين ان كده تمام وجاهزين، فما بصوش ان الزيت عمال يقل، او ما فحصوش نفسهم، يعني ما فيش نظرة الى الداخل، فعشان كده جاهلات. برافو عليك، تعبير لطيف، لان هما كانوا مع الحاكمات كانوا فاكرين ما احنا كلنا زي بعض اهو، بس التانيين جواهم حاجة سر، لكن من المنظر من بره كله كويس، كله جوه القداس يعني. لماذا لم يفتح له؟ ها، قولي، تفضل. الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك، دي بتاعت أغسطينوس باي ذا واي. يعني إيه؟ كان ليهم دور في خلاصهم ما عملهوش، إن هم ما خزنوش زيت، ما استعدوش كفاية. إيه تاني؟ تفضلي. ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل، بل الذي يفعل إرادة أبي. هم ما عملوش إرادة الله وناموا وتهيأ لهم إن هم جاهزين وخلاص، ما كانوش مركزين كفاية. الله عادل برضو، مع رحمته الواسعة عادل. خدوا فرصهم واتستوليت، خلاص. ما هو بدل جه العريس ما ينفعش تغير موقفك، بدل جه خلاص، انت عارف انه جاي، جهز نفسك زي ما انت عاوز، لكن وانس جه خلاص ما ينفعش تصلح حاجة بقى، ما كان معاك العمر كله تصلح فيه. طيب، هناخد الطريقة الرابعة. الطريقة الرابعة اسمها ايه؟ اعمل تدريب من النص. اول طريقة كانت صلي، تاني طريقة اعمل لماذا وحلها، تالت طريقة في وصية ووعد، بس هنا ممكن ناخدها ضمنية لانها حكاية. الطريقة الرابعة ميك ان اكسرسايز، يعني طلع تدريب عملي من الموضوع ده. ولما اقول تدريب عملي ما حدش يقول لي السهر، لا، السهر معنى كبير. قول لي مثلا بعد اللي انا قريته ده هسهر كل يوم نص ساعة من 11 ل 11:30 مع الانجيل. برافو، يبقى عملت حاجة اكسرسايز سبيسيفيك، وإلا تبقى الكلام كلام. ما هو ممكن تقول لي المحبة والإيمان والصبر ما هو طب ما أنا مش عارف أعمل إيه. لا، قولها لي very specific. إيه تاني ممكن تعملوه كتدريب من نفس الحكاية؟ تفضل. ممكن أبقى حريص على الاعتراف، مثلا نقول كل شهرين، يبقى أنا خدت تدريب بناء على الكلام ده، الاعتراف هيخليني أزود الزيت، أو أشوف الزيت فاضل فيه قد إيه، فربطتها هي بالاعتراف. كويس، تفضل. كل مرة هقف في القداس هفكر نفسي بالجاهلات وأقول ممكن يبقى منظري كويس، لكن الله أعلم القلب مستعد ولا مش مستعد. يبقى كل مرة برضو التواضع معنى كبير، لا، أنا باخدها كتدريب محدد، كل قداس هستدعي الفكرة دي، يا رب ما تسيبنيش من الجاهلات اللي منظرهم طلع كويس لكن آخرتهم مش كويسة، يبقى أنا هستدعي الفكرة في كل قداس. That's nice، يبقى تدريب كده. اتفضل. برضو قولها لي بشكل مور سبيسيفيك. عارفين لما يقولوا when you make a target make it smart specific measurable achievable reasonable and time bound، في العلم يقولوا كده، يعني
يعني لما تحط تارجت خليه سبيسيفيك وام اوف ميجرابل، يعني يو كان ميجر، تقدر تقيسه. والاي بتاعت اتشيفبل، حاجه تقدر تعملها، ما تحطش تارجت ما تقدرش عليه. والار يعني رياليستيك او ريزونبل، واقعي. والتي يعني تايم، محدد بوقت. فلما تيجي تاخد تدريب تقول هعمل كذا الساعه كذا بالقدر الفلاني، ويكون متناسب مع ظروفك، عشان لما تيجي تقيس تعرف تقيس. يعني لما واحد يقول انا هصلي كل يوم الصبح 3 مزامير، تتقاس ولا ما تتقاسش؟ تتقاس. هبقى مثلا هاجي اخر الاسبوع اقول انا فوتت يومين، يبقى صليت 5 من 7 والتزمت بال3 مزامير ما عدا، يعني هتعرف تقيسها لانها في ارقام. ها، مين ياخد تدريب بالمعنى ده؟ اتفضل. برافو عليك. انا اقول الكنيسه حطته لنا في صلاه الخدمه الاولى من نص الليل، طب ما تيجي نصلي الخدمه الاولى من نص الليل. يبقى انا خدت تدريب اقول القطعه دي كل ليله قبل ما انام عشان افتكر، اللي هي نفس التدريب اللي حطه لنا الكنيسه. برافو. اقول هحاسب نفسي اخر كل اسبوع، ابص انا اطلع حكيمات ولا جاهلات. يبقى حطيت نص ساعة كل أسبوع أقعد كده إيه أشوف أنا ماشي إزاي. مثلا إيه تتاريب تانية طالعة من النص؟ تفضل. أيوة، برافو عليك. ممكن أعمل ريمايندر على السيلفون أن أنا بالليل هطلب 5 مرات يا رب احسبني من الحكيمات، بريمايندر. تدريب بسيط ومحدد ومفيد. دكتور، ها، برافو يا دكتور، حلو. تدريب رائع. ان انا في اللانش اور هاخد 10 دقائق اقرا الانجيل مهما كانت الظروف. يبقى انا كسرت النهار الطويل الناسي ربنا فيه ده، لا قابلته الظهر كده. تفضل. برضو الكلام حلو بس ايه، عاوزينه محدد اكثر. فأقول كل ما مخي يقول على حد إنه أقل فهما، كلمة جاهل يعني، على طول هقول على نفسي أنا اللي جاهل. معلش أنا خدتها قريبة من كلامك، أقول ده اللي جيب بالي. يعني إيه، أحيانا مخنا يدين بعض الناس، الراجل ده ما بيفهمش، الست دي ما بتفهمش. أول ما مخك يروح في الحتة دي افتكر ده أنا اللي جاهل وما بفهمش، لأني بحكم على الناس أو لأني مش جاهز بالزيت. حد عنده تدريب تاني محدد؟ ها، جميل. ممكن أعمل نوتة روحية وأعمل صليب لو صليت الصبح وصليب لو صليت بالليل، بس أعمله بعد ما تصلي مش قبل عشان تكروتش. ها، برافو عليك. ممكن أعمل تدريب محبة لشخص غير مسيحي كل أسبوع، يعني هختار شخص في الشغل أو في الجيران وحاول أعمل له مجاملة أو خدمة مرة كل أسبوع عشان أزود الزيت. يعني كويس، تفكير كويس. تفضل. جميل. ممكن أقعد مع أبونا زي ما تقال حاجة شبه الاعتراف كل فترة قد كده عشان أخد وصية أبونا أنا ناقصني إيه، بدل ما اكتشف في الآخر. خلي أبويا يقول لي أنا ناقصني إيه دلوقتي ألحق أصلح. تفضلني. ممكن كل يوم هقول أشكرك يا رب لأني لسه عايش وعندي فرصة. طيب، يبقى ده الفكرة الرابعة. جميل. اسهر وصلوا. ممكن اقول ان انا يعني احاول اعمل تسبيحه او ترنيمه كل ليل. طب تعالوا نابلاي الكلام ده على حد بعت لي هنا السؤال بتاع عرس ابن الملك، اظن متى 22. بصوا كده للنص ده،
وهنعمل ابلكيشن لكل الطرق اللي خدناها، طريقه صلي بالنص، طريقه لماذا، طريقه اكسرسايز، وطريقه وعد ووصي. اللي يحب يقول اي طريقه يقول. جعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا، فارسل ايضا عبيدا اخرين قائلين: قولوا للمدعوين هو زغداء اعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، كل شيء معد، تعالوا الى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد الى حقله واخر الى تجارته، والباقون امسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وارسل جنوده واهلك اولئك القاتلين واحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: اما العرس فمستعد، واما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا الى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس. فخرج اولئك العبيد الى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم اشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين راى هناك انسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجلي ويدي وخذوه واطرحوه في الظلمه والخارجيه، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. الطريقة الأولى صلي بالنص، خمس صلوات بس عشان إيه ما نطولش بقى. تفضلي. خليني يا رب مستعد، ماشي، ما تسيبنيش انشغل بالدنيا. إيه كمان؟ مين هيصلي؟ افتو. احميني يا رب من التهاون، لان هنا اتقال كلمه تهاونوا. تفضلي. ساعدني يا رب اجيب لك كل الناس اللي بره وادخلهم بيتك. تفضلي اخر صلوه. احميني يا رب من المشغوليه الزياده المعطله. طيب يلا دونا لمستين ثلاثه كده. واي، لماذا؟ تفضلي. لماذا تهاونوا؟ تفضلي. لماذا، برافو عليك، لماذا طرد الذي ليس عليه لباس العرس؟ مع ان كلهم غلبانين في بعض يعني. تفضلي. ما هي زي فكرة ليه طرد اللي مش لابس لباس العرس، حاجة شبه كده يعني. تفضل. لماذا رفضوا الدعوة؟ طب نجاوب على التلات أسئلة دول بس. لماذا تهاونوا؟ رفض، مشغولية أو تكاسل، عدم استعداد. لا، في سبب اهم من ده كله. ايوه، عدم تقدير للدعوه، مش مقدرين انها دعوه ملك، مش محترمين ان الموضوع ده حاجه كبيره قوي. هم لو احترموه كانوا سابوا اللي في ايديهم، بس هم ايه، زي ابونا يقول لك تعالى تناول، تقول له ورايا شغل. اوكي، طب الشغل هيدخلك السما؟ طب مش معقول ولا ساعه في الاسبوع كله؟ لا، يبقى على طول ما تقولش مشغولين. فاكر كان عندي دكتور كبير بيعترف من انجلترا، فبقول له: انا عارف انك مشغول، ربنا يعينك، بس انا عاوز اطمن انت القداس ايه والصلاه ايه؟ قال لي: يا ابونا احنا بنضحك على روحنا، هو اللي قال لي كده. قال لي: في حاجه اسمها مشغوليه، اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها، هو اللي قال لي كده. يعني انا اللي عاوز اعذره هو ما عذرش نفسه، قال لي: اللي عاوز يعمل حاجه بيخلق لها وقت. صح، معاه حق، حكمه طبعا. فهي فكرة أنت حاططها برايوريتي ولا لا؟ طيب ليه طرد لباس اللي عليه لباس العرس؟ ارفعوا ايديكوا عشان أشوف مين بيتكلم. اتفضلي. استني بس، هو دخل كل الجربانين لمؤاخذة اللي بره والغلبانين ببلاش. يعني هم اللي في الشارع دول كانوا يعني، ها؟ برافو عليك، أشكرك. واضح من السياق ان الغلابه دول بيلبسوهم على الباب لبس، لانه دي قعده ملك.
فهو رفض يلبس أو دخل من الشباك. وفي الحالتين معناها لا تعمد أو لا آمن أو لا تاب، هو ماشي بدماغه أو بيعلم تعليم غريب، كل ده قالوا الآباء، فدخل غلط. لكن الباقيين ما هم باقيين غلابة زينا، ما يعني ما هم كلنا بنلبس لبس النعمة على الباب، ما حدش فينا داخلها يعني بشطرته، فاهمين الفكرة؟ لكن ده مع أن الحكاية مجانية بس ليها نظام، طب ما تدخل من النظام، في باب. عشان كده سألوا كيف دخلت إلى هنا، ما قالوش أنت إزاي، يعني كيف هنا دخلت إزاي، ما كل الناس لابسة هيك، لابسة طبعا لبس واحد زي واحد، أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. تفضلي، عاوزة تقولي حاجة؟ ماشي، ممكن يكون لبس وقلع. طيب طيب، ألاقي وصية أو وعد في القصة كده على المشي؟ احنا امبارح قعدنا نقول ايه، لو شاطر كل قصة كل اصحاح طلع منه كوماندمنت وطلع منه بروميس وطلع منه فاكت. كلمة اسهروا، طبعا هي بس اسهروا جت مع اللي فات اكتر، لكن تمشي هنا برضه. وصايا ضنية ساعات ما تبقاش صريحة، ها دي فاكت، فاكت تروث، انه اللي هيلبسوا المسيح هم دول اللي هيبقوا مع المسيح إلى الأبد، يعني اللي هيتعمد ويتناول ده اللي له مكان في السماء according to us. That's a fact. ها فضل. الوصية الضمنية اقبل الدعوة، ما تقولش مشغول، لما صوت ربنا جواك يلح في حاجة ما تقوحش. فضل. الوعد، وعد جميل، كل شيء معد، وعد جميل قوي، كل شيء معد، مفيش حاجة عشوائية أبدا. ها تفضل. وصية جميلة، اذهبوا إلى مفارق الطرق، يعني اطلعوا دوروا على الناس التعبانة دي. طيب، قدروا، ضمنيا الوصية بتقول قدروا الدعوة. طيب لو خدناها اكسرسايز، خدنا وصايا وفاكتس وبروميسز، خدنا لماذا، خدنا صلي بالنص، الطريقة الرابعة ايه؟ ميك ان اكسرسايز، اعمل تدريب من روح النص. ممكن تقول هتدرب على ايه بعد ما سمعت الحكاية؟ تفضل يا حبيبي. ان انا احب النظام اكتر، يعني على اعتبار هنا كان منظم وكل حاجة معدة يعني، ماشي. بس برضو ممكن تنظم، تقول مثلا هنظم يعني حددها اكتر من كده، كلمة نظام واسعة شوية، تدريب محدد. ها ماشي، برضو هي جنرال شوية، لكن خلينا اقول ايه، كل يوم هقرأ الانجيل لازم اطلع برسالة شخصية، مش هقفل غير لما اقول هو عاوز مني ايه، اقول كده. تفضل. برافو، very good. ممكن simply هقول كل يوم ربع ساعة للإنجيل مهما كانت الظروف. كويس، تدريب محدد. تفضل. ما تعرفش العريس ازاي؟ لا تعرفه كويس. لا يعني انا بس هنا بنتكلم في التدريب الاول، التدريب related للقصة. تفضل. ايوه، ان انا القداس بالذات اكون حريص اروح بدري، يبقى تدريب محدد، عاوز اروح بدري عشان اقدر الدعوه. اتفضل. برافو، اتدرب ان انا كل شخص اشوفه ابقى نفسي اقول له ما تيجي تقابل ربنا، ادي له انجيل، ادي له فلاير، اكلمه عن سايت من حاجات الكنيسه الحلوه، يعني ابقى عندي المبدا، يعني تدريب حلو. اتفضلي. That's a fact. كويس، التدريب ايه؟ التدريب ان انا احاول دايما احط المسيح قدامي واقول what would Jesus do؟ يعني لو كان المسيح مطرحي كان عمل ايه؟ لاني لازم اكون شبهه. كويس؟ طيب، الطريقة الخامسة، excuse me، الطريقة الخامسة على نفس النص، بنسميها ماذا تفعل لو كنت مكان؟ الطريقة الخامسة دي بالذات applicable على الستوريز. لو انت مطرح اي شخص كنت هتعمل ايه؟ هنا بنعمل ايه بقى؟
لما بنقرا القصه الاول بنحط الكاركترز. تعالوا حددوا لي في كم كاركتر في القصه دي. يلا. الملك وابنه خليهم كاتيجوري واحد لانه الاب والابن يعني. طيب الخدام اللي بيروحوا يقولوا تعالوا، المدعوين البهوات، الغلبانين اللي جابوهم في الاخر، والشخص. ماشي. طيب ماذا تفعل لو كنت مكان المدعوين البهوات؟ وراك شغل وجاي لك رسالة، قولوا ماذا تفعل أنت؟ ما تقولوش كلام هنا مثالي، لا أنا هحط نفسي جوه القصة وأقول كنت أعمل إيه بالظبط. كنت إيه؟ كانت تعمل طرقت. برافو عليك، يبقى أنت مطلع كويس كويس. ها برافو. على الأقل أنا لو مطرحهم كنت قعدت أوازن، لحسن الملك يزعل، كنت أحط ده في بالي. ها حد عاوز يقول رأي تاني؟ ماذا تفعل لو كنت مكان؟ طب ماذا تفعل لو كنت مكان الناس التعبانة الغلبانة اللي راح لمهم من الشوارع؟ راحت فين؟ أهي كل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. تفضل. كنت هبقى شاكر جدا، كنت هقبل على طول. لا ده أنا في رأي جميل سمعته مرة في مناقشة غريبة أوي. عارفين قال إيه الشخص؟ قال أنا ما كنتش هصدق إن أنا ممكن أدعي فما كنتش هروح. فهمتوا المعنى؟ قصده بيحصل. بيحصل إن واحد مش مصدق إن ربنا يحبه من كتر خطاياه، من كتر فقره. فربنا يقول له تعالى، يقول له أنا ينفع ما ينفعش، ويفضل مطرح. وضيع الفرصة من صغر النفس يعني، فاهمين؟ زي يهوذا، ما هو يهوذا ربنا قال له تعالى توب، تعالى في حضني تاني، لا خلاص أنا ما استاهلش. ها؟ حاجة زي كده بالظبط. ها؟ لا معلش، هو المسيح بيقصد معنى محدد، فاحنا ما بنطلعش بره السيناريو اللي اتحط. اتفضل. مظبوط. ماذا تفعل لو كنت مكان الخدام؟ برضو الحوار ده هنا لذيذ. لو انت واحد مطرح الخدامين دول، كان ايه احساسك او كنت هتعمل ايه؟ اتفضل حبيبي. كنت هسمع الكلام زي كده يعني، هم سمعوا. كنت ممكن استغرب يعني، انت عامل عشوة غالية جدا، هتجيب شوية شحاتين ياكلوها؟ كان ممكن استغرب، والملائكة بيستغربوا على فكرة من ربنا. كنت هدعو الناس وانا متضايق لان انا بدعي ناس اقل مني، ما هو العبد عند الملك اكيد اكثر احتراما من الناس اللي دخلت دي. فهتفضل. انا بس عاوزكم تجاوب على قد السؤال. اخطيت، انتوا بتقولوا تأملات حلوة، لكن يعني stick to the question. ماذا تفعل لو كنت مكان العبد اللي طلع ينادي الناس؟ تفضلي. كنت هروح لهم يعني، اقول لهم كنت هنذرهم. اشكرك برضو، ده تأمل لطيف. كنت هنذرهم، الملك هيزعل، انتوا مش عارفين هو عامل ايه عشانكم. فكنت هنذرهم، وده سلوك حلو للخادم انه في وقت ينذر الشخص المستهين ده. برافو عليك. لما جت في انجيل لوقا نفس الحكايه، جت كلمه الزموهم بالدخول، على كلمه حضرتك الزموهم. يعني ايه؟ في كتير منهم هيقول لك وانا ينفع؟ لا ما ينفعش، هاتوا من جلابيته. يعني ايه؟ تشدوا، سدوا، ما تسيبوش يستسلم للخوف والقلق وصغر النفس والياس. قول له لا، عاوزك بجد. اتفضلي. هتشفع عند الملك يوم تاني. يبقى خدنا 5 طرق لغاية دلوقتي، أنا بس براجع. طريقة صلي بالنص، طريقة ها قولوا أنتوا بقى لماذا، طريقة وصية ووعد، طريقة اكسرسايز، وطريقة ماذا تفعل لو كنت.
طيب نرجع للوقا، ماذا تفعل لو كنت مكان الابن الضال او الاب او الابن الاكبر؟ فاكرين الثلاثي ده؟ قصة الابن الضال فيها كم شخصية؟ ممكن نزود عليهم العبيد لو حابين، ما فيش داعي اصدقاء السوق مش حاجة حلوة. خلينا على قد ايه؟ الاب، الابن الاصغر، الابن الاكبر، وما فيش مانع لو حبينا نتخيل مكان العبيد. ماذا تفعل لو كنت مطرح الابن الاصغر؟ Be yourself. خلي بالك السؤال ده مش معناه بسألك القصة حصل فيها ايه. No. بقول لك imagine yourself and make your own story. ماذا تفعل لو كنت مكانه؟ فاهمين الفكرة؟ لان ده هي مفيد قوي، هقول لكم ازاي مفيد. تفضلي. كنت ممكن اخاف ارجع واقول مش ممكن هيقبلني. على فكرة في بعض المفسرين قالوا حسب القانون اليهودي يعتبر الحركة دي شتيمة للأب والأم، والشريعة بتقول من يشتم أباه وأمه يقتل قتلا. فبعض المفسرين قالوا سر أن الأب جري عليه عشان يحميه من أن حد يقتله، لأنه حسب الشريعة اللي يشتم أباه وأمه يتقتل. اللي عمله ده أكتر من الشتيمة، فكان ممكن حد إيه يرجمه في السكة يعني، ويبقى عمل اللازم يعني ما غلطش، فالأب تخاف عليه وجري عليه. مهم يعني فكرة كنت ممكن أخاف أرجع لحسن ما يقبلنيش. إيه تاني؟ تفضلي زي ما أنت عاوز، اختاري أي فيز أو أي زي ما أنت فأي حتة في القصة. ماذا تفعل لو كنت مكان كنت هروح وابقى عامل زيه برضه، اقول حتى لو طردني اديني جربت، ما انا ما فيش، ما انا خسران. كويس، يعني شبه اللي عمل، هروح ندمان وافضل احايله يمكن يقبلني. اخاف جدا من الناس تبص عليا، العبيد هيبصوا عليا ازاي؟ فيمكن اللي يعطلني ان انا مش عاوز عينيا تقف في عينيهم وكلهم يبصوا لي كده بقرف، ايه اللي انت عملته في ابوك ده؟ ما لما كنتش هسيب البيت، اب طيب زي كده يسيبوه؟ كويس. ماذا تفعل، ارجوكوا خليكوا على قد السؤال، ماذا تفعل لو كنت مكان الاب؟ ده هنا بقى فيلم عربي بقى، ده انا بسمع اجابات. ها، ماذا تفعل لو كنت مكان الاب؟ ها، ايوه ابتدوا اتكلموا، هربيه. ايوه، ها، كنت هحذره من اللي هيحصل له. كنت زي ما انت عاوزه قولي في اي فيز عاوزه تقولي. كنت اقول له ايه؟ مش قلت لك حضرتك؟ ايوه سوري. كنت لو قبلته مش هديله ولا حاجه، لو دخلته البيت ما كنتش هديله حاجه. كنت هحاول ابعت له رساله اقول له لو حابب ترجع ارجع. ما كنتش هديله الفلوس من الاول لانه عارف انه هيأذي نفسه. اتفضل. كنت هقول له خلاص خليك عبد عشان تدوق ال، يعني كنت هتسامح. كويس. ها كويس، كنت هتسامحي وتفرحي. تفضل. كويس، هدي له محبة بس مش هعمل له حفلة. يعني حفلة ليه يعني؟ نجح في الثانوية العامة ده عامل عاملة. طيب ماذا تفعل لو كنت مكان الابن الأكبر؟ الأكبر كنت هتعمله ايه؟ وبي فير، بي اونست، هتعمله ايه؟ هاي تفضل. هتزعل ازاي؟ هتغزم الاب زي الابن ده يعني، زي ربنا يستر عليك. بس هو كنت لما لقيته خد الفلوس ومشي كنت هروح انا اطلب كمان حقي وامشي. انا كنت هفرح لان كفايه اخويا رجع، برضه دي الحته اللي كان الاب عاوزها. كنت هطلع ادور عليه من بدري.
هفضل في البيت اخدمه. هفضل متضايق من ربنا واحسه مش فير، وابقى يعني بدينه كده بقول له مش انا بعمل لك كتير اهو. طيب ماذا تفعل لو كنت مكان العبيد، واحد من العبيد؟ اقول يا بخت، يا بخت الابن المدلع ده. ها كنت هستغلط الاب، كنت هقول الاب ده الحقيقه مدلع عياله ملوش حق في اللي عمله. كنت اتمنى يبقى ابويا انا. ده تعليق جميل. اتفضل. كنت افرح لان هناكل عجل مسمن. ايوه اتفضل. برافو. كنت هبقى فرحان بسيدي قوي الطيب ده اللي بيحايل اولاده وطبعا ده اكيد كريم جدا مع عبيده يعني، فكنت هتعلق بيه اكتر واكتر. ايه القيمه اللي بنطلع بيها لما بتحط نفسك مطرح اني كاركتر في اي ستوري؟ ايه الفايده؟ ليه بنعمل الحركه دي؟ وبرده تاني بقول الدروس دي ممكن تتعمل بدري من اول سن ابتدائي. الكلام ده ممكن نعمله حوار مع اولادنا احفادنا. اتفضل. الفايده. ها برافو. لما بحط نفسي في القصه بحس بمشاعر جديده يمكن ما حسيتهاش قبل كده، ابقى فرحان بحكمه ربنا مثلا. انا مش عاوزك تربطيها بقصه الابن الضال دلوقتي، انا بتكلم جنرالي. لما بتحط نفسك مطرح اي كاركتر كطريقه لدراسه كل قصص الانجيل، تحط نفسك مطرح ادم، مطرح نوح، مطرح ابراهيم، مطرح ساره، مطرح لوط، مطرح داود، مطرح في كل قصه، ايه القيمه؟ ايه الفايده؟ اتفضل. بقيس نفسي. تمام. بحس ان الكلام بقى على نفسي انا، واخد الكلام شخصي شوي. اتفضل. ممكن اعذر الناس اللي عملت حاجات وحشه لان انا نفسي كان ممكن اعمل كده، فهعرف اعمل فورجيفنس لانه الله. طب ده انا كنت هبقى زي الاخ الاكبر ده. طب انا مش بعيد كنت هبقى زي الابن الضال برضه. بشوف كمان الصح قوي في بعض الشخصيات. الاب ده حلو قوي، انا ما اقدرش اكون زيه يعني، لسه بدري قوي. فبشوف الحاجة الصح قوي وبعمل على طول ايه ميرور كده يعني، ببص على نفسي لا that's too much بالنسبة لي لسه. طبعا لما بعيش القصة قوي بحس زي ما حضرتك قلت بمشاعر فرح وشكر. برافو برافو. القصة دي تدخل ما تطلعش، بعد ما نقعد نعيشها كده أبطال القصة. يعني أنا فاكر طفل، إحنا من 10 سنين أو أكتر بنعمل في كل مؤتمر نخلي الأطفال يعملوا سكتش، وسكتش من الإنجيل. قابلت ولد بعدها مثلا كان دخل الجامعة، قال لي عارف أكتر قصة فارقة معايا في الإنجيل إيه؟ قلت له إيه؟ قال لي قصة أستير. قلت له طب إشمعنى؟ قال لي مصل أنا مردخاي. قلت له يعني؟ قال لي من 12 سنة عملت مثلنا الحكاية دي في فايد وأنا كنت مردخاي، فأنا من ساعتها مش نسيها. فهي حاجة شبه كده، إن أنا لما بحط نفسي جوه القصة بتنطبع في دماغي، تأثر معايا طول العمر، تأثر علي. اتفضلي. طبعا بتديني أمل دايما القصص اللي من النوع ده، لما بحط نفسي فيها أحس إنها واقعية وإن أنا ممكن ألحق أصلح موقفي. اتفضلي. عموما بتدي رجاء وتدي imagination وتثبت الانجيل، وهي طريقه من طرق فتش الكتب، لان انا كده بقيت اقرا بطريقه اعمق. ها جميل، انه دايما الستوريز بتاعت الانجيل بتدي رجاء، انها بتبتدي ساعات بازمه وتنتهي بنعمه في الاخر. برافو عليك. او ده بقى استنتاج لطيف جدا، لو حصل موقف مشابه على طول you will recall the story. هتحسه بكده، لو حصل موقف مشابه هتلاقي نفسك من غير ما تفكر الحكاية اللي في الانجيل خبطت في دماغك، لانك انت وانت بتقرأ حطيت نفسك مطرح الكاركترز، ف
فده هيساعدك جدا في تنفيذ الإنجيل. ناخد